كان حضرها مجموعة من الشباب لأني قابلتهم في مكان ناس طيبين وحبيبين، لكن تعلم شوي ناعمين. إيه. وقال واحد منهم ناداني شافني قال لي شيخ أبو سكم. أي والله بغيت أقول نعم خفت يغمى عليه، قلت يا ربيه عطيت على جوه. قال والله فينا خير، فينا خير كتير كتير، قلنا كويس. بس هو الحين ما يبغى النصيحة له، قال ايش رايك نجيب خوياتنا تنصحهم معانا. وهم كانوا واقفين على اليمين، انا قاعد اسوي كذا، قلت يجب عليكم التوبة. اغض البصر عنه، قال تجيب خوياتنا تنصحهم معانا، قلت انا اغض البصر عنك انت بوجهك، تبي تجيب خوياتك؟ والله تخرب تفجير. ابشركم هذا الله. وتاب وتحجب الحمد لله. وقال لي ابغى اروح معاكم عمره، قلت جيب معك محرم. الله يوفقكم يشرح صدوركم يستر اموركم. الحقيقه احنا مجتمعين اليوم بس عشان الله يرضى، مجتمعين عشان بس نقعد وياكم في مجلس نرتاح فيه، نحس فيه بقيمتنا، نحس فيه بانسانيتنا.